في كربلاء في كربلاء اللي شاركتوا بها 62 63 اي بدا شويه انحسار للشيوعيه لان تعرف عبد السلام قال هو وقف في بعد اللي بعد احداث الموصل وهذه وقف قال يعني سماهم الفوضويين زين لما جابوا له العبد الكريم قاسم ارجل وايدي ناس قتلوهم الشيوعيين فهو راح كنيسة مار يوسف وخطب قال الفوضويين وأسس محكمة لمحاكمة الشيوعيين اللي لاحقاً أعدموا بال 63 اي نعم لا محكمة لمحاكمة الشيوعيين ومحكمة سماها بالقوميين إذن هو مو شيوعي لا ومحكمة لمحاكمة القوميين برئاسة المهداوي فيحاكم هذولا ويحاكم هذولا فهو كان يريد توازنات